مشاهدين اهلا وسهلا، حلقة النهاردة طبعا كلكم بتحبوها وتستنوها مش عشان خاطر سواد عيون اهلي يعني طبعا عشان المذيع الكبير اللي بيبقى موجود معانا النهاردة، احب ارحب بيه معانا وطز فينا احنا بقى وبلاش نشتغل. ايه اللي انت بتقولي ده؟ ده حاجة عجيبة جدا، والله انا بحبك جدا، ده انا حتى لما بكون مش شغال كده وده تقريبا في المشمش يعني بقعد اتفرج عليك كده واتابعك، ده انت هايله جدا، يا ريت بقى ترموها بره ومش عايزين نشوف وشها، حاجه عجيبه جدا. يا ساتر يا رب، يظهر البلاتو وقع بره ولا حاجه، حاجه عجيبه جدا. اعزائي المشاهدين، خلينا نحلم بقى لبكره، وعشان نعرف نحلم كويس اكيد لازم ننام الاول. اهو فاصل تقيله حبتين كده، وفي نفس الوقت نزع لنا اعلانين ولا حاجه كده يعني اهو ناكل عيش يعني. اطلع يا عم فاصل. اي كلام فاضي معقول. انا انصح كل الستات والبنات انهم يعملوا زي زمان، كنت بستعمل مضاد رائحة العرق ده، وانتكم طبعا شايفين النتيجة. يو 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 يو، مش بيوتيفول خالص على فكرة. لكن واحدة صاحبتي قالت لي على سبري اسمه ورد النيل، وانه قد ايه بيضيع ريحه العرق خالص، وعشان ريحه العرق قويه لازم لها مزيل اقوى منها. ما اقولكوش على النتيجه هايله. ورد النيل من النيل مباشره اليكي. ورد النيل، انا لا الوس ماء النهر. اي كلام فاضي معقول. اهلا بحضراتكم مره تانية، دلوقتي معادنا بقى مع فقره الولا مهلبيه بالبندق، وده يعني ولا جميل كده انا بحبه شخصيا يعني، هو تملي بيحرجني باسئلته كده ومش لاقي لها حل يعني. النهارده بقى قال لي لو ما قلتليش ايه حكايه البلد ياها دي هحلقلك واروح اكمل شم كله يعني، وانت عارفين بقى انا بقدرش على مهلبيه بالبندق. انتوا عارفين لو كانت يعني ساده كده يمكن كنت اقدر، لكن ده بالبندق، ده عشان كده نروح للتقرير ده ونبقى نيجي تاني، حاجة عجيبة جدا. أي كلام فاضي معقول. بلدنا لا تعاند أحد، بلدنا ليست لها أي مطامع في الشرق الأوسط، بلدنا ليست لها أعداء، نحن هنا لا نحاول تهديد أي أحد خالص أو التدخل في سياسة أي بلد إطلاقا، أو زرع خلايا أبو ناصرة لنا في أي مكان. إحنا أساسا ما بنعرفش نزرع. أما عن موضوع أن الناس لا تفهم ماذا تريد بلدنا، فأنا أعدكم بشرفي أنني سوف أخبركم حينما أعرف أنا ماذا نريد. أي كلام فاضي معقول. الراجل اهو يا سمهلبيه كان واضح جدا ولا ايه؟ ما خبيش عليكم بقى يا جماعه، يعني ست المهلبيه فتحت نفسي كده يعني، وبمناسبه الجوع بقى تعالوا نشوف الشيف دكتور صادق هيقدم لنا ايه النهارده، يلا بينا. سيدات والسادة، طاب مساؤكم بكل الخير. يبدو ان مقاطعه الزحمه، مقاطعه اللحمه يا دكتور مش الزحمه، عفوا، يبدو ان مقاطعه اللحمه بدأت تؤتي ثمارها على الصعيدين الدولي والمحلي. دوليا تحركت كل القوى حينما علمت بمدى تقبلنا لأكل لحوم الكلاب والحمير، وراحت تصدر لنا ما تستطيع من هذه اللحوم. أما على الصعيد المحلي فقد سقط باقتدار هؤلاء الذين ادعوا أنهم قادرون على حل هذه الأزمة، ومن مكاني هذا مستعد لتقديم طبق خالي تماما من أي طعم يشبه من قريب أو من بعيد طعم اللحم، تكون فيه المقادير كالتالي: نسلق بعض الخضروات بطريقة 2-2-4، ثم نحرك سريعا لنصل لمنتصف طريقة الطهي التي هي معروفة لنا جميعا، ثم نضع توابلا حريفة. حريفة يا أستاذ؟ يعني حراقة؟ إيه حريفة دي؟ أنا بتاع كورة يا أخ، لازم أقول حريفة. عفوا مشاهدي الكرام،
يلف هذا الخليط ليشبه الكرة، ثم نتابع خروج الكرة خارج خط مرمى تماس الفرن ونطوح بها بغرابة شديدة، ثم نطلب أي نوع من الأكل من الخارج بطريقة الدليفري. أي كلام فاضي معقول؟ رمضان كريم، رمضان كريم. ولن نشوف الجزء الأول. نأتي إليكم العمل الذي اختلف عليه الكثير ولم يجتمع عليه أحد. ربع يشكل أقوى عمل كوميدي لعام 2010 على الإطلاق. يا ليش يا ابني إيه؟ رمضان كريم. أي كلام فاضي معقول؟ ومن طبيخ الكورة لكورة الطبيخ بقى، يا قلبي لا تحزن، الكابتن عصام حسن وهو حبيبي جدا بقاله فترة عمال بيقول يعني إن الأبيض قادم الأبيض قادم، وما شفناش حاجة جت، حاجة عجيبة جدا. روحنا وسألناه يا ترى السبب إيه؟ مواصلات بقى برضه ولا إيه؟ يا اخوانا يا اخوانا، لا أنا ولا أخويا ولا الأبيض ولا جماهير الأبيض ليها الذنب في الحكاية دي. أي نعم أي نعم، إحنا بقالنا كتير بنقول الأبيض قادم الأبيض قادم الأبيض قادم وهو لسه ما جاش. طب اعمل لكم ايه؟ ما هو جاي من بعيد قوي. وبعدين بصوا بقى الاحمر سبق وراح حجز كل القطارات والاتوبيسات حتى الميكروباصات. نيجي ماشي يعني احنا يعني هنيجي ماشي يعني نادي كبير زي ده يجي ماشي؟ عموما انا واخويا خدنا وعد كده من اداره الابيض انهم يعملوا جمعيه هيلموا من بعض ويجيبوا لنا ميكروباص استعمال يبقى خاص بينا احنا، نقدر نيجي بيه وقت ما نحب ونقدر نقدر كمان نستخدمه في التشجيع. يعني بيب بيب الابيض بيب بيب الابيض بيب بيب الابيض بيب بيب. اي كلام فاضي معقول؟ اه فتوك انا في الكلام في قصه ده يطلع ايه راخر، ده يطلع حته دين موصفه قياسيه ما تخرش الميه لاجل ما تقطع الطريق بالعرض ام تلاته تعريفه اللي مجرقانه من تسمر الارض تو ما خط عتبه الاوضه اللي حسبه لقاه وزياده حبتين. بعد السلامات وطيبون الف عقل باله يقدم السبت استحراسا برضه. وهاتك يا كلام وحديث عن الإجراءات والحاجات والمحتاجات اللي ما يسهل عليهم أمور الكار، خيرك سابق شو على العين والراس وتشكر ودايما عليك. لكن ده برضو ما يمنعش إن ده كلكم ديكم تاني خالص، سايمين سنانهم ومحمرين عينيهم وقايلين بالفم المليان كده هلا هلا على الجد والجد هلا هلا عليه. البتاع ليه اللي ما تتسمى دي وقف حال وخراب بيوت بستعجل، ولا ممكن ابدا تتنها متسلطه كده على رقابينا، ولازما تندفن بالحياه وترجع ريما لعادتها القديمه ويا دار ما دخلك شر. من هنا لهنا ومن هنا لهنا طب يهديك يرضيك يحلوها على الجنبين مفيش فايده. النهايه راح جايبها لهم كده على بلاطه، وبصريح العباره كده حاكم شغلانتكم دي لمت على اخر الزمن ناس ملهمش فيها ابدا ولا في الكار، وحتما ولابد يطلعوا منها ولا يصح الا الصحيح. وبصريح العبارة برضو كده اللي ماشي عدل ما يعتلش هم ويحتار العدو فيه، أما بقى اللي على راسه بطحة فأنا ماليش صالح بيه وأعلى مفخله يركبه ويبقى يوريني شطرته. ودمتم والسلام ختام أهو كده وإلا فلا، بس يعني بشوش عليهم واحدة واحدة، وكانوا يعني محتاجين شوية وقت لجل ما يزبطوا أمورهم ما يجراش ويجعلوا عامل بحس. أي كلام فاضي معقول. وفي النهاية أعزائي المشاهدين أحب أقول لكم إنكم نورتونا النهاردة، وإني كنت سعيد جدا مع حضراتكم النهاردة، ونلتقي في برنامج آخر. لو حاولتوا على فكرة بعد نص ساعة هتلاقوني في البرنامج التاني. أشوفكم هناك بقى على خير، سلام. حاسب عندك يا عم الحاج، سبح سبح يا عم الحاج. إيه ده إيه ده، في إيه؟ مين اللي عامل الدوشه دي؟ دوشه مين يا عم الحاج؟ ده على اساس اني راكب سماعات يا عم الحاج على هيئه توك توك يعني ولا ايه؟ يا حول الله يا رب. اهلا يا معلم بوح، ده انا بحبك والله جدا، انما انت ايه اللي جابك احكي لي بقى.
ولاد ابو اسماعيل يا عم الحاج طلبوني يعني وقالوا لي اللي انت عايزني في مصلحه كده ويك 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 واك واك وحاجات كده يا عم الحاج على اساس اسجل معاك يا عم الحاج. سبع سبع. لا الحقيقه مش هنا، مش في البرنامج ده يعني، ده في البرنامج التاني. يا خبر اسود ومقندل ومنيل يا عم الحاج على الدوخه اللي احنا فيها دي، وانت لازم يا عم الحاج تلففني وراك كده واجي هنا واروح هناك، ده حاجه غريبه جدا، ولازم تشقلت اللي جابوني يعني يا حول الله يا رب. اعزائي المشاهدين ما تنسوش بقى كمان نص ساعه كده البرنامج التاني. ها البرنامج التاني يا جماعه اللي انا بقدمه برضه، وهجيب لكم معايا حاجه جميله جدا، المعلم بوحه. يلا نشوفكم هناك. لا حول الله يا رب، هو انا ما بيجيليش من ورا ولاد ابو اسماعيل دول غير القلق ووجع الركب يا عم الحاج؟ جايبني معاك ليه يا عم الحاج؟ هو انا كيس جوافه ولا قرطاس ولا بتاع؟ يا حول الله يا رب، وايه اللي انتوا بتعملوه ده يا عم الحاج؟ دي حاجه عجيبه جدا يا عم الحاج. سبع سبع.